السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. شيخنا، نريد أن نعلم كيف صحة حديث من عاد لي ولين فسنتوه بالحرب وصحة الأرض. أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. طيب شيخنا، طيب اللفظ بتاعك ترددي في قبض عبدي وكلام دور. هذه اللفظة في البخاري أيضا، إلا أن الإمام الذهبي يقول في ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وهو أحد رجال الإسناد. يعني الحديث صحيح. وليه كلام أوسع في كتاب الصحيح المسند من الحديث القدسية، إذا أردت الإطلاع عليه فهو بين يديك. ربنا يبارك لك. الله يسلمك. الله يرحمك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا شيخنا؟ تفضل. ربنا يبارك في عمرك. شيخنا، اخو زوجتي في بلد فيها حرب وفقير ماديا، وزوجتي عايزه تعتمر عنه، هي عملت العمره الخاصه بيها، هل يجوز انها تعمل عمره عنه؟ يجوز. يجوز. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. بس هتعملها من زكاه المال ولا ايه؟ لا، هتعملها من نفقه شخصيه من غير زكاه. لا بأس. حفظك الله يا أبا ريان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ العلوي؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي استفسار في الميراث. تفضلي. احنا والدتي وولد وست بنات. والدي توفى وساب لنا شقة من 12 سنة، يعني اشتري الشقة دي من 12 سنة. يعني أنت مجموعكم ولد وست بنات. ولد وست بنات، الولد الصغير أصغر واحد. أيوه. ووالدتي. والدي اشترى شقة من 12 سنة ودفع، يعني هي كانت ب 266، دفع 147 منها، وبعد كده امتنع عن الدفع علشان خاطر كان في اعتراض بينه وبين المدرس اللي اشترى منه على نسبته في الأرض. بعدين. تمام يا شيخ؟ سامعك، بس دي قضية مالية لازم نسمع الأطراف كلها. أنا بقولها لحضرتك باختصار، هو يعني دفع 147. النهاية يعني، النهاية، إيه الموضوع؟ امتنع عن الدفع عشان كان عايز يزرع في الأرض. بعد كده المجلس بعد ما والدي توفى حكمت المحكمة إن هو ياخد الشقة ويديها فلوسنا. بفتح البيع. المجلس ياخد الشقة ويدي لكم فلوسكم. طيب وبعد؟ تمام. في الوقت الحالي لسه الايام دي، يعني من اسبوع كده، اخويا قال الشقه دلوقتي تجيب 1,100,000، فاحنا خساره ان احنا ناخد فلوسنا، فاحنا هنعمل تعاقد جديد مع المجلس. فراد المجلس ورسم مجاد عليه دفع 400 على. لا لا، دي قضيه يا اختي، ما ينفعش الكلام فيها كده، دي قضيه ماديه لازم تسمع عن قرب
ما ينفع حسابات في هذا. هو المشكله دلوقتي يا شيخنا ان اخويا بيقول انا اللي خلصتها من المجلس، دفعت 400 على ال 140 اللي والدي دفعهم. يا اختي لازم مليون. يا اختي لازم يا اختي لازم تسمع عن قرب. هي لازم مستاجره، هي الان مستاجره ما زالت. لا مش مستاجره معانا احنا. اشترتوها بيع وشراء؟ هي من ساعتها وهي معانا احنا ما سلمناهاش. اي ما سلمتوش، لكن توصيفها مؤجره من المجلس او هي مش مؤجره، هم كان عندهم عجز ان هم يدونا بقيه فلوسنا. يا اختي فهمت طول المده أنا. طول المده دي كلها يا اختي ليش جدل؟ اصبري الكلام اسمعي. الان انتم معكم عقد شراء بها من المجلس؟ حاليا يا اخويا عملها دلوقتي، خلصها دلوقتي حاليا. دفع لهم 400 على 147 وخلصها. لا دي لازم تسمع في قضية، تسمع من الأطراف كلها. لا يصلح غابي ما أستطيع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك كنت عايز أكلم الشيخ مصطفى. معك مصطفى اتفضل. ألو اتفضل. أيوة شيخنا مولانا اتفضل بارك الله فيك. بقول لحضرتك كان عندي مشكلة بتاعت يمين، بتاعت يمين كنت حالفه أنا على مراتي، يعني عايز أعرف يعني مش عارف صراحة يعني ماذا أقول لك، يعني ما تحل إيه سؤالك بالضبط؟ هو المشكلة عندي اللي أنا كنت حالف، حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وشدنا مع بعض في الكلام ورميت يمين طلاق. ماذا قلت لها؟ قلت لها يعني ايه، كلمت والدتها وقلت لها لو ما جيتيش مثلا خدت بنتك دلوقتي هتبقى طالقه بالثلاثه. وقفلت معاها وشدت مع والدتها وقفلت معاها التليفون، وبعد كده كلمتها هي، اما والدتها شدت معاها وقفلت معاها التليفون فكلمتها هي، رحت قايل لها اديتها لي. طيب المحسوبه تطليق، ايه المشكله عندك؟ المشكله ما فيش والله، كانت هي شاده يعني مشكله بيني وبينها. يعني الان هي طالق، انت رجعتها ولا لم ترجعها؟ لا هي لحد دلوقتي لسه. بقالك كم شهر؟ بالظبط شهر. ايوه لسه لم تحط ثلاث حيضات. لا هي اصلا حامل. حامل ايوه، يعني عدتها تنقضي بوضع الحمل. نعم عدتها تنقضي بوضع الحمل. تمام بس خلاص، يعني انا ارجعها كده؟ طب ما فيش كفاره يعني؟ لا محسوبه تطليقه واحد. محسوبة واحدة وتشاهد اثنين إذا أردت الإرجاع. يعني أنا أشاهد اثنين عشان أرجعها. أيوة تشاهد اثنين، تقول لهم يا جماعة أنا طلقت زوجتي مرة وأشهدكم أني قد أرجعتها إلي. ماشي يا مولانا. ومحسوبة عليك واحدة. تمام ماشي. الله يستر علينا وعليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ حبيبي. وفيك الله يحفظكم. ليه يا شيخنا عندي اسئله سريعه ان شاء الله. اتفضل. هل قاتلت الملائكه مع رسول الله في غزوه حنين؟ نعم قاتلت الملائكه مع رسول الله في غزوه حنين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم احيا له الله سبحانه وتعالى؟ ادلل لك ولا عندك الدليل؟ الدليل دليل غزوه حنين؟ ايه قول الله سبحانه وتعالى وانزل جنودا لم تروها. وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. طيب ليه تسال؟ طيب نعم انت عارفه. في بالنسبه لقتل المشركين في بدر، احياهم الله كما قال قتاده ليرضيهم الله ويسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الذي قاله الرسول والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم، هذا الذي قاله الرسول. نعم، فهل كلام من قتاده صحيح انه الله احياهم ليرضيهم ويسمعهم كلام رسول الله؟ هذا وجه قاله قتاده، الله اعلم. السؤال الثالث يا شيخنا، اذا حلف شخص يقال ان يقال قوما من اقوام جيران له جنب، جيران جار جنب له مؤذيين، فيريد ان يستثني احدهم لانه لن يؤذيها، فهل سيحنس وسيكون عليه كفاره؟ ماذا قال؟ يعني حلف انه لن يكلمهم، يعني جيران مؤذيين قال لن اكلمهم كلهم، ثم بعد ذلك ندم على ان هناك شخص فيهم طيب يريد ان يستثنيهم من هذا الحلف، فهل سيحنس وعليه كفاره؟
كان قد عقد اليمين؟ نعم. عليه كفارة. بارك الله فيكم. عرفات راشد وجزاك الله مثله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أخي، حالي طيب والحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب. اليوم كنت أقرأ في كتاب صحيح أبي داود أو في سنن أبي داود، فاستوقفني حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلى ركعتين بعد العصر. ضعيف. لا عفوا عفوا، هذا الحديث عليه تحفظ من نواحي متعددة فأرجو مراجعة إسناده بدقة شيئا ما، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا ثابت عنه من عدة وجوه، أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فذات يوم صلى ركعتين بعد العصر، فذهب الناس إلى عائشة أو فقالوا سلي رسول الله، أنت نهيت عن الصلاة بعد العصر ثم أراك صليتها؟ فقالت اذهبوا إلى أم سلمة فإنها أعلم بذلك مني، فذهبوا إلى أم سلمة فسألت النبي عن الصلاة ركعتين بعد العصر، فقال جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الصلاة ركعتين بعد الظهر، فهما هاتان هل داوم عليها الرسول بعد ذلك؟ هناك رواية أخرى صبرا علي. نعم. هل داوم الرسول على ذلك أم لم يداوم الرسول على ذلك؟ حديث عائشة فيها هكذا، لكن هو من طريق على ما أذكر من طريق شعبة عن أبي إسحاق، أخشى أن يكون شعبة تصرف رواه بالمعنى، فدعني أراجع لك هذا الخبر. تفهم كلامي؟ جزاكم الله. لكن على أي حال نهينا عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن ثبت سيكون من الخصوصيات. وهناك رواية حديث شعبة عن أبي إسحاق السبيعي رأيت الأسود المسروق شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم إلا صلى ركعتين بعد العصر. أخشى أن يكون شعبة بن الحجاج هو إمام في التدليس، لكن كثيرا ما يتصرف في الألفاظ، فدعني أراجع لك هذا الخبر بدقة من العلل. في حديث في البخاري قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر عن عائشة رضي الله عنها. أعرف كل هذا، لكن عندنا نصوص أخرى كثيرة جدا في النهي عن صلاة. هذا ما استدعاني للسؤال أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر. أيوة، لكن هذا الخبر عن عائشة أحتاج إلى تثبت في روايته، لأنها لما سئلت حالت على أم سلمة، رضي الله عنها. وأم سلمة رضي الله عنها أفادت أن سألت الرسول قال هاتان الركعتان اللتان بعد الظهر شغلني وفد عبد القيس عنهما. فهم؟ فأخشى أن يكون راوي تصرف في المتن، فدعني أراجعه لك. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال. اتفضل. كانت أختي أنا كانت مخطوبة. أختك كانت مخطوبة. أيوه. وتم يعني ما اتفقناش على شوية حاجات في القايمة وكده، فتم فسخ الخطبة يعني. طيب. فجينا المفروض ان المهر اللي هم دفعوه يرجع. ها؟ المهر اللي هم دفعوه المفروض كان يرجع. طيب. هل هو احنا كنا متفقين في الاول على ان مهر 20,000 جنيه. طيب. جبنا بيهم كلك ايه؟ دهب.
لم يتم عقد صح؟ لم يتم عقد. ليس لكم شيء من المهر. ايه؟ ليس لكم شيء من المهر اذا لم يتم عقد. ايوه. ولكن تمام. اذا كان هو الذي ترككم وانتم تكلفتم له في الخطوبة يجوز لكم ان تأخذوا قدر التكاليف اذا كان هو الذي ترك بلا سبب، اما المهر فليس لكم من المهر شيء. ايوه انا بتكلم ماشي على كده. المهر بقى يرجع فلوس ولا الذهب هو اللي يرجع لهم؟ هو سلم لكم ذهب او فلوس؟ فلوس. واحنا اللي احنا شارين الذهب ياخد فلوس. ياخد الفلوس بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الحال شيخنا الحبيب؟ حالي طيب الحمد لله. عندي سؤال بس، هو بخصوص كلية الطب، احنا بيبقى عندنا آخر سنة ما بيبقاش فيها دراسة، بيبقى اسمها سنة الامتياز، بنشتغل فيها في الجامعة. ما بناخد راتب بسيط يعني، ولكن هو المفروض تعليمي، يعني هي المفروض سنة بنتعلم. طيب. ففي بعض الطلبة بيذهبوا يشتغلوا في مستشفيات على انهم اطباء. لا ما بيشتغلوش في المستشفى على انهم اطباء، هم بيشتغلوا بره في اي حاجة تانية وبينزل مكانه حد تاني لان هو المفروض يحضر علشان الخروج. لا تنتظر مني فتوى بالتزوير ها هنا ابدا. تمام. ابعدني عن التزوير، الصفحة نقية. بارك الله فيك. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. انا عندي سؤال. النهارده كان على العصر كان عندي درس، وست وبعد العصر نسيت اصلي وما افتكرتش فرض بعد مع اذان المغرب اتاذن بالظبط. فصليت. يعني نسيت ان تصلي العصر حتى اذن المغرب. اذن مؤذن المغرب. بالظبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وتلا وأقم الصلاة لذكري. طب هل يكون علي ذنب؟ الناسي ليس عليه ذنب، كيف يكون عليك ذنب وأنت ناسي؟ طيب سؤال ثاني معلش يا شيخ. هل إعفاء الشارب محرم؟ نهى النبي عن ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. شكرا لحضرتك يا شيخ. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ مصطفى، أنا كنت ساير جامد ماشي، وكنت متضايق لدرجة أنا خبطت راسي في الحيطة، شقيت الهدوم اللي عليا. ليه؟ إيه اللي حصل؟ كنت بتخانق مع زوجتي. ايوه وصلتك لهذا الحد يا مجنون، ترتكب كبيرة. ربنا يسامحنا. ربنا يسامحنا. الله يعافيك يا رب ويغفر لنا ولك، لان النبي يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. استغفر الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. تفضل. فالموضوع وصل بينا ان انا حلفت عليها بالطلاق. قلت لها انت طالق. قلت لها انت طالق وانت شاقخ الهدوم وتضرب راسك في الحائط. لا انا يعني كنت قعدت يعني اخواتي طلعوا فاحنا قعدنا، وبس انا كنت لسه متنرفز. يعني انت القيت عليها لفظة الطلاق وانت في جنونك وانت في غياب عقلك وانت في فقدان التحكم في نفسك. ايوه انا ما كنت يعني انا لحد وام بس. انك كنت هادئ وما ومتحكم في نفسك؟ لا ما كنتش هادي. انا حتى بعد ما الكلمه طلعت من بوقي انا نزلت، يعني نزلت ان هي طلعت. الناس من زعلت وما زعلتش، ما كل الناس بتزعل لما بتطلق، لكن ان كنت خرجت منك الكلمه لا شعوريا وانت غضبان غضب شديد لا شعوري فهذا واقع. لا يقع مثل ما يجيب في شخص مثلك يكسر الهاتف المحمول هو غضبان، مثله لا يقع طلاق. لكن لو انت غضبان لكن مالك امر نفسك الطلاق واقع، وانت الذي تحكم على نفسك لست انا. نعم. فهمت كلامي؟ نعم. وانت الذي ستقف بين يدي الله. فتحي يسال: هل شق الجيوب من الكبائر؟ الجيوب اللي هي الجيب فتحة الصدر يا فتح.
ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكلمة ليس منا إذا أطلقت يكون الشيء المرتكب كبيرة يا فتح بن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل، غفر الله لنا ولك. اللهم أمين. شيخنا أبي طباعه شديدة جدا وغليظ التعامل وبيسب كتير وبيشتم كتير، وممكن يقف مثلا يشتمني قدام الناس أنا أو إخواتي، فنصيحة من حضرتك ليا إزاي أتعامل معه؟ أنت يعني أنت في نفس المعيشة معه؟ لا لا، أنا في مكانتي، أنا متزوج وعندي أولاد. خليك مع أولادك وما تحتكش بكتير بين الحين والآخر. اذهب اذهب و واهدي له الهدية التي تهديها إليه وسلم عليه وانصرف. تمام، أنا بعمل تفادى سبه وشتمه. هو المشكلة إن الموضوع بيعمله كتير جدا، يعني كتير جدا جدا. وليه سؤال تاني معلش شيخ، والدتي هل يجوز لي إن أنا أنصحها نصيحة لوجه الله؟ يعني مثلا عملت حاجة فيها حرمانية أو حاجة، وساعات بقول لها مثلا ده حرام، تقول لي لا أنتوا مالكوش دعوة، أنتوا مش هتحاسبوا عليا، أنتوا عيالي، أنا اللي أنا اللي هتحاسب عليكم. عليك أن تقدم النصيحة لله، وبعد فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أديت النصيحة وقابلتها بهذه المقابلة السيئة أديت ما عليك ولن تأثم. تمام يا شيخ، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اقترضت من زميل لي مبلغ 1000 ريال. ألف دولار. نعم. وأريد أن أرده بقيمة الريال السعودي. أنتما اتفقتما على ذلك وتراضيتما على ذلك عند السداد أم لا؟ على الفرض أن احنا اتفقنا على ذلك. لا بأس بذلك، عند السداد ليس عند الاقتراض. الآن سأقترض منه وقبل لا لا يجوز، قبل الذي اقترضته منه ترده إليه. تمام. عند الرد إذا اتفقتما على شيء عند الرد لا بأس. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا من قبل كنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا في عمرة وخلصت العمرة بتاعتي أنهيت عمرتي مش خلصت العمرة بتاعتي، ما هذه كلمة بتاعتي ما لها معنى؟ خلص انهيت عمرتي وبعد الاولى ان انا اصلي نوافل، ولا الاولى ان انا اطوف حوالين الكعبة، ولا الاولى ان انا اعمل عمرة تانية؟ الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، والطواف عبادة لا توجد الا في مكة، فاكثري من هذا وذاك، نوعي. نعم. سؤال تاني معلش، انا شفنا لو انا الفندق اللي انا فيه ما فيهوش باص، والفندق اللي جنبي فيه باص، هل ينفع وانا يعني راجعه او رايحه ان انا اركب الباص بتاع الفندق؟ استاذني. استاذن. ايوه، لان احيانا الفنادق تتساءل مع بعضها، الفنادق المتجاوره، قل حمل عملائك وعملائي حان فيه، فاستاذني اسلم. جزاكم الله خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. انا مخنوق وتعبت نفسيا مولانا، والدنيا مش ود بخش اكثر من الاستغفار ومن ذكر الله. ورحت الموت مرتين. ها؟ رحت للموت مرتين برجلي ورجال. يعني كنت تريد تنتحر؟ نعم. أعوذ بالله، تدخل نفسك جهنم بيدك كالمستجير من الرمضاء بالنار، إياك أن تفعل. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يقتل بها يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ترد من جبل
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تنتحر، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. السلام عليكم. إياك ثم إياك أن. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت عايز أسأل سؤال. إحنا يعني في لعبة بنلعبها على الكمبيوتر، في لعبة بنلعبها تمام، بيبقى فيها ذوات أرواح، لعبة تمام، ألعاب إلكترونية دي تدخل في التصوير المحرم بتاع لعبة بتلعبها في إيه؟ في لعبة بنلعبها. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 12. أي يعني؟ احنا في لعبة بنلعبها لعبة الكترونية فيها موسيقى ولا حاجة؟ ايه؟ فيها مزيكا؟ لا لا، فيها صور لذوات ارواح. انتم صغار، انتم صغار، والصغار مرخص لهم في اللعبة بالذوات الارواح الصغيرة اذا كانت لعب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا شيخ مصطفى. بعد إذنك عندي سؤال. تفضل. يعني مش هقدر أقول لايف، ممكن رقم أكلم حضرتك عليه بعد اللايف. خذ 0-5-3-3-3-8-3. لما أرد ارسل رسالة وأنا أطلبك في الوقت المتاح لي إن شاء الله. 0-5 كم؟ 0-1000 يا أخي. 0-1000. أيوة. أنت تتصل من الداخل أو من الخارج؟ لا من مصر. 0-5-3-3-3-8-3. شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عزيزك يا شيخ مصطفى، أنا شاب أزهري في ثالثة جامعة. حدانا الإمام بيغيب عن الصلاة مثلا في أوقات عذر أو كده، فبتقدمني للإمامة بالناس، بس أنا مصاب بذنوب الخلوات. يعني ايه ذنوب الخلوات يا اخي؟ ايه يعني ذنوب الخلوات؟ مش فاهم. كل الناس عندها ذنوب خلوات. انت لعلك تقصد يجعله الله باء منثورة. حديث ضعيف. يعني حديث ضعيف؟ طبعا حديث ضعيف. وايضا هل كل الناس بذنوبهم في الجهر او في الخلوات؟ واي ذنب اعظم ان تجهر به ولا ان يكون سرا؟ ان يكون سرا اعظم ولا أن يكون جهرا أعظم؟ لا، أن يكون جهرا أعظم. أن يكون جهرا أعظم. فالحديث أصلا فيه ضعف من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لو صح محمول عن نفاق الاعتقاد. لكن ما سؤالك؟ يعني سؤال أن أنا داخل يعني متأزم من الصلاة، داخل مش يعني إيه، مش مرتاح أن داخل أصلي مثلا. هم يجعلونك تؤم الناس أو مأموم؟ لا، يجعلوني إماما. خلاص استغفر الله وتوب إليه، وبعد ذلك جاهد نفسك في البعد عن الذنوب. إذا كان الله ستر عليك وأكرمك والناس أحسنوا الظن بك، فكن مراقبا لله. مراقب حول التزم على قد ما أقدر والله. يلا ربنا يبارك فيك ويستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. جزاك الله وعلى السامعين والسامعات جميعا يا رب. شكرا. الله يسلمك. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بارك الله فيك شيخ. تفضل. ما أصح كتب في السيرة النبوية شيخنا؟ بماذا تنصح بأصح كتب في السيرة؟ والله كتاب أصح كتب لا أستطيع أن أقول أصح كتاب هو كذا بعد كتاب الله. وعندك كتاب السير المغازي في البخاري، ممكن تأخذ منه كما كبيرا من الحديث الصحيحة والوقائع الصحيحة، وكذلك في مسلم كتاب الغزوات صحيح مسلم، وكتب الجهاد كتاب الجهاد في البخاري وكتاب الجهاد في مسلم فيها كم كبير. وإذا جئت
لنسخة محققة لسيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام النسخة المحققة يكون خير. وفي كتاب لأحد إخواننا الأخ سهرنا إسلام أبو عشرة حفظه الله في هذا الباب، اسمه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب آخر اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي. هو يعني جمع المادة العلمية الصحيحة لكن ليست مسبوكة السبكة الأدبية، لكن يعطيك مادة علمية صحيحة. طيب شيخنا أتدلك في أربعة أبيات شعر عن الله ورسوله أقولهم الآن. أبيات شعر عن الله ورسوله. أبيات شعر عن الله ورسوله من تأليفي، أتدلك في قولها أرينا نسمع. رضاك عني يا إلهي كرامة، وطاعتك هي غايتي هي هدفي وغايتي، أرسلت خير خلقي بأعظم رسالة فكان لي سبيل عزي وهدايتي. لا عايزين الله يكرمك، عايزين تصيغها بالصيغة قوية كده وتعرضها على شاعر يضبط لك القوافي. جزاك الله خير. مرحبا يا دكتور عبد الغني إبراهيم حفظ ابن إبراهيم حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يشهد الله أنه يحبك في الله يا عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. دلوقتي يا عم الشيخ أنا سمعت فتواك في حكاية المصافحة بعد الصلاة يعني وكده. أيوه. اللي هو يعني أنت تبعد عن اللي هو يعني أن تكون بدعة يعني. طيب دلوقتي أنا قلت لك يا أخي الكريم المحافظة على المصافحة بعد الصلوات شيء غير وارد عن رسول الله. لا لكن الدعاء بعد الصلاة مستحب. رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء لم يرد عن رسول الله، لكن الأمر فيه خفيف. هذا الذي قلته، ما أدري أنت تعرضت المصافحة كيف يعني. المداومة على المصافحة بعد الصلاة لم يرد عن رسول الله. دلوقتي لا مش اقصد كده يعني، مثلا دلوقتي واحد مثلا الناس مثلا بتسلم، فالواحد هيقوم من وسطهم ولا يفضل مد يده ومد يدك. كان الامام احمد رحمه الله تعالى في الاعياد والجمعه هو لا يبتدر احدا بالتبريكات بالعيد، لكن اذا حياه احد رد عليه تحيته بس. جزاك الله خيرا. الله يكرمك وجزاك الله خير يا بشت الكبيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك محمد؟ طيب الحمد لله انا طيب وبخير الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله. كنت عاوز نسأل شيخ مصطفى بس لو فيه واحد سليم المفروض يعني لو دخل الجيش المفروض يقبل يعني، ولو هو وهو معه واسطة فطلع. انا عايز نسأل حكم اعذرني وشكرا. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا مولانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مولانا بسجل فيديوهات بسجل فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في الفيديوهات بسجل فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فيديوهات. تسجل أحاديث رسول الله في فيديوهات وبعد؟ أيوه. في الفيديوهات دي أنا بستخدم تصاميم كرتونية كده أو أنمي لصور فيها طبعا بشر بحيث اوضح المعنى واشد الانتباه يعني اللي بيسمع الفيديو. ممكن ترسل لنا يعني شيئا واقعيا ننظره عن قرب ونفتيك؟ يعني في صور ذوات ارواح مع الحديث؟ لا تفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى سؤالين بس من فضلك. اسألي. انا لابسه شراب، عندي الدوالي في رجلي ولابسه زي ما يكون حزام كده في رجلي كلها، بس مشط رجلي بس اللي باين، فهل ممكن اغسل مشط رجلي وامسح على بقيه رجلي ولا هل يتعذر عليك خلع هذا الجورب ام لا؟ ايوه تماما جامد تماما ضيق، فبلاقي صعوبه في ان انا ارفعه وانزله تاني. يعني انت تلبسين جوربا شديد المسك على رجلك بسبب الدوالي كعلاج من مرض الدوالي. ايوه. ويصعب عليك نزعه. ايوه. فمن الممكن تغسلي ما استطعت وتتيممي ان عجزت والله اعلم. حضرتك لو لبست شراب ربع كده لحد كعب رجلي ومسحت عليه. ايوه غطيت الرجل كلها يعني، جزء بالشراب الدوالي وجزء بالشراب الاخر. ايوه. لا بأس. طيب
طيب ماشي، جزاك الله. حكم فتح قاعات أفراح سيكون الأغلب فيه اختلاط، لا تفتح أيضا إذا كان الأغلب اختلاط، لا تساعد على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، حالك منصوب غلط هنا، كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، في نعم من الله. يسأل الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. لو سمحت، لو أنا بنسأل زوجتي وأولادي عن طريقة إنفاق المال، يعني مثلا أنا بنبعت لهم المصاريف بتاعتكم، وبنسأل البنت إن اتصرفت الفلوس ديت في إيه أو زوجتي كذا، هل لا يعد تضييق عليهم؟ لا، ما الحسب، ما الحسب، هل يعني هل انت بتعطيهم الافات كثيره وتسال، ولا يعني 20 ريال انت في السعوديه ولا في مصر؟ لا انا في السعوديه. يعني بتدي الولد مثلا 20 ريال في اليوم، مش هتحاكموا عليهم، انت جبت ال 20 ريال ايه، انت رحت فين، جيت منين، لكن ده 800 ريال مثلا تسال. يعني مثلا شنطه ب 650 جنيه، بنسال ليه جبت الشنطه دي ب 650، فانا مش عارف، لا تعرف يعني، انا بقى لي سنه في هو هنا في مصر ابنك يعني ولا ايه؟ ايوه ابني في مصر. الدنيا اتغيرت الان، انت فاكر ايام زمان يوم كان الكيلو الباميه بجنيه وجنيه ونص؟ والله انا بنسال الكيلو الباميه ب 35 جنيه. من باب العلم بشتيت. ما انا بقول لك لازم تعرف الشيء هنا في مصر كيف هو، ان انت ممكن ترسل 500 ريال لأهلك وتظن انك عملت اللي ما يتعملش 5000 جنيه، لكن هنا الاشياء ارتفعت جدا. المواصله الداخليه يعني مثلا، انا ولد ولد وبنت وبنروح لهم 8000 جنيه في الشهر. هل ولد ساكنين فين؟ ساكنين فين؟ نعم، اين يسكنون؟ يسكنوا في البحيره. فين؟ في البحيره، قريه يعني ولا ايه؟ في المركز في البحيره. يعني ممكن لا يمشي 8000 جنيه. هل ده يعد تضييق عليهم ولا ده مثلا من باب العلم بالشيء؟ لا ما شاء الله، 8000 جنيه معقوله في قريه لولد وبنت وزوجه، معقوله طيبه. لا لكن انا والله ما بسال من باب التضييق، لكن من باب ان انا بس نكون ان انا متابع. لا بس تابع الاول، اسال غيرهم، لان الدنيا غلاء، اصبح الان الغلاء في مصر. واحده بتقول اسمها ايمي وايت بتقول لك الشنطه عاديه ثمنها عادي 650 جنيه. انا عارف انها عاديه عاديه، بس انا بس هل سؤالي ده عارف هي يعني هي ب 60 ريال في السعوديه الان. 60 ريال 650 جنيه يعني 60 ريال. اذا جبتها انت من السعوديه هتجيبها ب 60 ريال. هنا في مصر أيوة تقريبا القيمه مقاربه يعني. بس والله من باب العلم بشتري، لكن انا خايف ان انا نكون مثلا مش عارف انت بتقبض كام، يعني بتقبض مبالغ كبيره ما تدققش. نعم. بتقبض يعني 10000 ريال 20000 ريال ولا كده؟ لا لا بناخد 7. حلوين قوي. بس عليها ديون، عليها ديون كثيره. يعني انت بتعطيهم عشر الراتب الان. ما 7 يعني 70000 جنيه، وانت بتبعت أيوة. 8000 جنيه او 5 يعني العشر. ماشي أيوة. الله يعينك. هم على درايه بحالي، لكن انا بنسد مثلا حاجات عليا. ربي يعينك ويقويك، بس الان انبهك على ان الاشياء في مصر اصبحت في غلاء، يعني كيلو سكر ب 30 جنيه مثلا. لكن سؤال ولي الامر نفسه مش ما يعتبرش مثلا من باب، ما هو اذا كان سؤال ولي الامر مش عارف الدنيا ماشيه ازاي غلط يسال ايضا. ايوه ده اللي بنتكلم فيه. المواصله الداخليه في بعض الاماكن اصبحت بعد ما كانت بجنيه بقت 10 جنيه مثلا، تعمل ايه؟ انا والله ده والله من باب بس العلم. يلا ربنا يبارك لك ويوسع عليك ويوسع على اهل بيتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل ربنا يبارك فيك. وفيك يا رب. اتفضل. الله يكرمك. عندي سؤالين يا سيدنا بعد اذنك. اسال يا حبيبي. السؤال الاول، احنا البلد اللي احنا فيها المقابر مزدحمه جدا، ومفيش ان احنا نعمل مقابر جديده، مش مصرح لينا للمؤسسين البناء. ماشي ماشي ماشي. عايزين ننقل العظام اللي هي القديمه من المقابر اللي هي القديمه يعني. نحط يعني نفضيها للاموات الجداد. يعني نهيئها ان لو حد مات جديد نحطه فيها. ماشي. هل يجوز صوره زي كده؟ ولو يجوز ايه الدليل على كده؟ عشان برضه نكلم العيله فهم محتاجين يعني لو كلمتهم اجيب لهم دليل على الكلام اللي احنا هنعمله ده. لا قاعد السؤال طيب. احنا عندنا المقابر مزدحمه جدا. مقابركم مزدحمة جدا. ومفيش مكان احنا ندفن فيه غير بتصاريح، والحاجات دي صعب جدا ان احنا نجيبها. طيب. فالمقابر القديمة اللي عندنا هي مقابر كبيرة بس فيها اموات كتيرة، فيها اموات من سنة 60 ومش مستغلة،
احنا عايزين ان احنا نجدد المقابر دي وننقل العظام اللي فيها. يعني السؤال على ايه؟ بس ركز لي في السؤال. هل يجوز ان احنا ننقل العظام دي من مكانها ونصب المكان ولا لا يجوز؟ ايه المشكلة؟ يجوز نبش القبور واستخراج ما فيها لعلة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبورا نبشت وخرب سويت ونخل قطع. مسجد رسول الله، المسجد النبوي الآن، قبل أن يبنى مسجد كان عبارة عن قبور وخرابات ونخل، فنبشت القبور وسويت الخراب وقطع النخل وبني المسجد مكانه. ربنا يبارك فيك يا سيدي. الله يسلمك. السؤال الثاني، أنا بشتغل محصل المية، بحصل فلوس المية من الناس وبقرأ العدادات بتاع المية، فممكن أدخل لعميل مشترك أقرأ له العداد فلاقي العداد فيه مثلا 40 متر مكعب، فأنا لو حطيت له ال 40 متر مكعب دي بيدخل في شريحة عالية جدا، فأنا بقلل رصيده ما بحطش في الجهاز اللي معايا ال 40 متر كلها، بحط 30 متر عشان بدل ما يدفع 400 جنيه يدفع 80 جنيه أو 90 جنيه. والرصيد الباقي ده بيترحل للشهر اللي بعده وهكذا عشان ما يخشش في شريحة عالية، عشان ما تقلش على العميل. هل أنا كده بظلم الشركة وعليا إثم ولا ده من باب التخفيف على الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الشيخ بس بعد إذنك، ممكن تأصيل في حكاية الحلف بالله والاستحلاف؟ الحلف والاستحلاف؟ ركز في السؤال، إن شاء الله نركز معك في الجواب. الحلف بغير الله أكثر. يعني من أين وحي تسأل؟ حلف بغير الله موضوع واسع. عن أي شيء تسأل؟ يعني مثلا النبي وحياة الصلاة لسه مصليها وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. يعني لا يجوز الحلف بالطلاق والحاجات دي برضو أشياء، هذه الأشياء يعني؟ الحلف بالطلاق له حكم آخر. يعني طب الاستحلاف، طيب واحد يقول له والنبي مثلا عمل لي كذا اللي هو يستحلفه ولا ايضا يكون بالله؟ يكون بالله. يعني مثلا واحد بيقول عشان خاطري زي عشان خاطري كده، وانت عندك خاطر كبير قوي يعني عشان خاطر والله انا عايز بس عشان خاطر لا باس به، لان اللي بيقول كده مثلا بقول له مثلا لا ما تقولش، قول له بالله عليك عشان خاطر مش مشكله يعني. دي لغة درجت علي البلاد، يعني في بعض البلاد مثل اليمن مثلا يقول لك جاهي عندك. يعني ايه جاهي عندك؟ يعني احيانا يخلع الطاقية وضعها امامه عشان يقول له جاهي عندك. يعني اتبع السنة في اكثر الاحوال، والاشياء التي عليها الاعراف ولا تخالف شرعا لا بأس بها. شكرا، بارك الله فيك يا زاد الغريب، وشفى ابنتكم، اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك. شيخنا الحمد لله. الحمد لله يا رب يديم عليك الصحة والعافية. حياكم حياكم. شيخنا معلش عني ان شاء الله، في اسئلة بسرعة جدا باذن الله. اتفضل. كان يمكن يا شيخنا صراحة السؤال الأول هو عن جزء الطيب، يعني يمكن صراحة سمعت فترة حضرتك كان حضرتك أصلا فيها يعني يمكن الإجازة أو كذا، لأن الله سبحانه وتعالى فتحت محل عطارة يعني. فهل حضرتك شايف انه ممكن انزلها عندي؟ وخلو اسمع كلامي بس باختصار شديد، لان هذا السؤال استمر الناس يسالونه سنوات وبعدها سكتوا وانت جيت تجدد. اعرف الاتي: اولا، ليس في جوزة الطيب نص لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصها. ليس في الكتاب العزيز نص في جوزة الطيب، وليس في سنة النبي الأمين الصحيحة أي حديث فيما علمت يخص جوزة الطيب. ثانيا، إن كانت جوزة الطيب هذه تسكر وتذهب بالعقل تحرم، إن كانت لا تسكر لا تحرم، إن كان كثيرها يسكر قليلها حرام، إن كان كثيرها لا يسكر فهي حلال تماما. هذا التقعيد لا بد أن تسمعه. بعد، اختلف الناس هل تسكر جوزة الطيب أو لا تسكر، فريق يقول لا تسكر وفريق يقول تسكر. أنا مع الأصل أنها مباحة في الأصل ما لم
يكن عندي يقين أنها تسكر، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، لا تعتدوا بالتحريم. فلا أستطيع أن أقول لك أن جوز الطيب حرام إلا إذا كان عندي يقين أنها تسكر. خلاص شيخنا، لكن ما وراء ذلك أنا عمري ما ذقت جوز الطيب هذه. اسأل أهل الأكيلة الشريبة وهم يعرفون الذي عندي قلته لك. أنت فهمت كلامي؟ ثلاث نقاط. أولا، ليس فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة. ثانيا، ما أسكر كثير فقليل حرام. ثالثا، اسأل الأكل الشريب الذين يتذوقون جوز الطيب، أجمعوا على أنها تسكي تحرم. خلاص؟ تمام. السلام عليكم. طب شخص صح؟ نعم. السؤال الثاني عن صور النساء على المنتجات، يعني مثلا عندنا إن استطعت، يعني مثلا بلوزة المرأة، جايبين واحدة عريانة ولابسة بلوزة أو جزء من فخذها ظاهر، عشان إن استطعت أن تبتعد عن هذه ابتعد قدر استطاعتك وجهدك. إن غلبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نذهب نشتري للبنات أشياء تجدها يعني عليها صور عارية، ماذا نصنع؟ إن قطع الورقة بشتري وقطع الورقة واخلص. لكن أنت لو مستورد تصمم الدعاية تصميما يرضي الله، ولن ينقص ربحك إن شاء الله. ان شاء الله شكرا. طب عشان نعيش السؤال الاخير ان شاء الله، هو عن فرح لبنت عمتي ان شاء الله. يعني انا يعني في حصل لي دعوه وكذا، فان شاء الله يمكن بكره كاتب الكتاب ده ان شاء الله كده هتكون موجود. لكن بالنسبه شفنا يعني الفرح وكذا والزفاف، يعني اكيد في مخالفات وهيبقى في قاعه فيها اغاني وهكذا واختلاط. يعني بعدين فرح بنت عمتك، يعني عشان بنت عمتك هتروح ترقص يعني ولا تسمع؟ لا 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 خالص خالص. بس خلاص انا يمكن خلاص ما تروحش يا عمي، لو في قذوراتنا لا تذهب. مش يعني ان شاء الله، بس عشان يمكن يعني صراحه والدي ووالدتي. انا اسالك، في مزيكا وفي اغاني قبيحه ولا لا؟ طب ايش معنى يبقى القاعه فيها اختلاط وهيبقى فيها اغاني يعني؟ طب وانت اللي خليك محترم تذهب مع البنات العرايا هناك. ما انا شيخ فعلا، انا والله انا بس كنت طبعا عايز انصح من حضرتك، وعايز برضه نصيحه لوالدي والدتي والنوم. قل لوالدك يا والد، يا والد راقب الله، ما يصلح ان تزج بنفسك في وسط فتيات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين وجد امرأتين تزودان تبعدان الأغنام حتى لا تصل الأغنام إلى المياه، سألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن لسنا من أهل الاختلاط، لا نسقي أغنامنا حتى ينصرف الرجال. وإن سألتنا يا موسى لماذا جئتما إذن؟ أبونا شيخ كبير، ما خرجت إلا للاضطرار. تفهم الكلام؟ قل لأبوك يا أبا ما ينفع الاختلاط، اقرأ سورة القصص. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأبوك رجل كبير السن، قل له بيكون أشد احتراما مني، أنت تعلمنا يا والد. الله يحفظك ويسلمك شيخنا، الله يرضى عنك. قل له كده، أنت مش هابي تحسننا أننا نذهب للبنات؟ ما ترضاش لأختك أنت، ترضى لأختك تقف تغازي الواحد في الفرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله أنا قصد أروح السعودية بنية العمرة. وكنت عايز اسال سؤالين، اول سؤال هل احرم من المطار او لا؟ ثاني سؤال تلبس الملابس من المطار لا باس، لكن تهل من الميقات. طيب بالنسبه لو عايز اعمل عمره ثانيه وانا هقعد في جده، ممكن تكررها من جده اذا كان مجلسك جده؟ يعني احرم من جده بعد كده؟ اي لك المره دي لازم تحرم من الطياره، انت رايح عمره. يعني اول مره من الطياره وبعد كده من جده لا باس؟ لا باس ما دمت مقيم في جده. شكرا، بارك الله فيك. فيك الله كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخ مصطفى.
كمل الرد اذا حييتهم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا داخل في مجربه مع اخ يعني في تجاره، ومتفقين على الارباح 50 50 على الربح يعني، والامور ماشيه تمام يعني بقى كمان الحمد لله. السنه الاخيره طبعا عشان انا اصلا مغترب وفلوسي كانت دولار، فعرفت بالصدفه كده يعني ان هو ايه بيجي على نفسه شويه ويزود الارباح من عنده عشان ما نبقاش زعلانين يعني ان في خساره مثلا، لان فلوسنا اصلا كانت دولار يعني عشان الجنيه نزل وكده يعني. طب هو ممكن يكون عمل حاجه، لان الان المستثمرون الذين يستثمرون اموال الناس يفعلون فعلا ظالما جائرا ويأكلون بها اموال الناس بالباطل. انتبه، هو ممكن يكون لا هو بيقول على نفسه ويزود. لا لا اصبر اصبر، انا افهمك شيء. افهم افهم، لو بياخدوا فلوس الناس الان ويشتري بها اصول ثوابت، يشتري بها ماذا؟ اصول ثوابت، سيارات، اراضي. الاراضي بتغلى، فهو بيطعمك من المبلغ السائل الجنيهات، لكن الاصول الثوابت بيحتفظ بها لنفسه ولشركته، وهذا من المحرم. المفروض تقاوم الشركة ككل ويعرف الأرض دي اللي اشتريتها بفلوس الناس كم سعرها الآن. تفهم كلامي؟ أيوة أيوة. يعني واحد مثلا ياخد منك فلوس واشتري خمس سيارات للشغل، يقول لك للشغل خمس سيارات للعمل، جمد الفلوس في السيارات، اشترى السيارة بخمسمائة ألف، الآن السيارة بمليون وخمسمائة ألف. لا يحسب لك هذا، إنما يحسب لك على السلع المتداولة، فهذا وجه غش كثيرون من المثمرين لأموال الناس يقعون فيه ويأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة. انتبههم يا مستثمرين، إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انتبهوا للمستثمرين. المستثمر يأخذ فلوس الناس يجمدها في عقار، جمدها في سيارات، جمدها في أشياء ثوابت ترتفع بارتفاع الدولار، ويحاسب الناس على الفتات الذي ينشأ نتيجة السلع الدائرة. انتبهوا، بارك الله فيكم. تفهم يا عبد الرحمن ماذا يصنعون؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ مصطفى. وحياك، تفضل. كيف حالك؟ السؤال الأول، تقول زوجها هي طلبة الطلاق منه، وعشان ولها هي سلعة بتتاجر فيها، فهو استولى على السلعة دي ومش عايز يديها لها لما تتنازل عن القايمة، فهل لها إن هي تحتال بشكل قانوني عشان تحصل على حقها دون زيادة؟ قاعد الآن يا شيخنا، هي كانت قاعدة في بيت زوجها. نعم. ففي شقة في بيت زوجها هي حاطة فيها سلعة بتاعتها، ملابس وحاجات من دي بتتاجر فيها. طيب. فهي الآن عايزة تتطلق، فهو قال لها لو عايزة تتطلقي اتنازل عن القايمة. فيا إما اتنازل عن القايمة يا إما ياخد حاجتها اللي هو متحكم فيها الآن، فهي بتسأل لها إن هي تحتال بشكل قانوني عشان تحصل على حقها بس. إذا كانت ستأخذ حقها بلا زيادة إنجاز. لكن في جزئية. اتفضل. هل الطلاق للضرر ام خلع؟ لا، هي بتقول ان هي في بينها وبينه مشاكل. لا، ما استطيع اتكلم، لان هذه اذا كانت مختلعه تختلف عما اذا كانت مطلقه للضرر. تمام. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، بيقول هو قاعد في دوله اجنبيه وبيبيع مكبرات الصوت. ايوه. وطبعا الزباين غير مسلمين وبيستعملوها في سماع الموسيقى والغناء، وباع منها كتير، فهو بيسال يعمل ايه يعني، حكم بقى ايه؟ لا استطيع ان امنع بيع مكبرات الصوت لانها متعدده الاغراض. طيب السؤال الثالث، بيقول ان هو الان ولد عنده 16 سنه تقريبا، وابوه سايبهم من زمان وما بيصرفش عليهم، وكل ما يحاول يقرب من ابوه يعمل له بلوك على مواقع التواصل وما شابه ذلك، وبعد ما يفك البلوك يرجع له تاني عشان يتواصل معاه من باب صله الرحم، ابوه يقطع التواصل ده، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هو مظلوم الان على حد قولك. نعم؟ على حد قوله او قولك هو مظلوم.
طيب انا شيخنا يسأل ان هو كان كتير يقعد مع اصحابه للاسف فيقول لهم ان زوجتي فلانة فلانية طالق، ويكرر الكلام ده اكتر من 10 مرات على فترات. لا تحل له المرأة، وخلف منها بنت الان. لا تحل له المرأة منذ زمن، وهو يعيش في الحرام منذ زمن. بارك الله فيك في اهلك ومالك وعلمك وولدك ودعوتك. ولك بمثل والسمعين والسماعات. مرحبا بالوالي الكريم الشيخ سيد الأجدر حفظه الله. وكلمة الحاج سيد الأجدر، أنت يعني من ذوي الأخلاق الكريمة ولا نزكيك على الله، لكن كلمة الحاج تطلق على المتلبس بأحكام الحج يا شيخ سيد الأجدر حفظك الله. ما قالوا الحج أبو بكر، الحج عمر، الحج عثمان، الحج عروة، الحج عروة، الحج عائشة، أبدا، إنما تطلق على المتلبس بأعمال الحج. أجعلتم سقاية الحاج، الحجيج، بعد ما ينتهي الحج راحت كلمة الحج عليه. أما عندنا المصريون وضعوا كلمة الحج فلان والحج علان قبل اسمهم كدليل أنه حج. الحج هذه وصف للشخص أثناء النسك. أجعلتم سقاية الحاج، أنا أكلم الشيخ سيد الأجدر الرجل الفاضل لا نزكيه على الله، يعني له باع في الدعوة إلى الله، فأنا تعجبت أنه كتب الحاج سيد الأجدر، ورجل يعني من أهل الفقه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله خير يا شيخ. اتفضل. كنت عاوز اسال بس يا شيخنا، هل يجوز رد سعر الذهب عن طريق التليفون؟ لا يجوز، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. يعني حتى ما ينفعش نتكلم، كلها وعود ولا ينعقد بها بيع الا عند الاستلام. الا عند الاستلام. تم سلم واستلم، كل اللي قبل هذا لا قيمه له. طب انا دلوقتي مثلا رحت ابيع الذهب، فهو دلوقتي ما معهوش نقديه، النقديه تيجي كمان ساعه. لا يجوز، لازم يدا بيد. طب هل يجوز ان انا اسيبهم عنده كامانه وبعد الساعه اتم البيع؟ كامانه، وممكن يرجع في كلامه وممكن ترجع في كلامك. يعني اقول له الكلمه دي، يعني ممكن ارجع في كلامي او انت ترجع في كلامك. ايوه، وتسلم ويسلم على طول، يدع الفلوس في الصندوق مكانها. مظبوط. مرحبا يا شيخ طلعت عرفة، وفقك الله. مرحبا شيخ هاني الدكتور عمرو، مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا اللي كنت بتصل من شوية يا شيخ مصطفى بخصوص المضاربة، حضرتك ما جاوبتش سؤالي، أنا بسأل في نقطة تانية. السؤال إن إحنا متفقين على 50-50 من الأرباح. أنت قلت لي أنه يزيدك عند يعطيك 50 ويجعل لنفسه. خلاص هو راضي بهذا. يعني ده هو مرضي خلاص؟ هو اللي بيحاسبك، هو بياتي في اخر الشهر يقول انا كسبت كذا كذا، خلاص هو اللي سيسال امام الله. سمعت يعني في احد الفتاوى ان هو ضمان راس المال باي نوع من الانواع يعتبر حرام، يعني فهو كده يعتبر ضمان راس المال باي نوع من الانواع ازاي بس؟ دي مختلفه يا اخي، دي مساله ثانيه اللي انت بتتكلم فيها، مساله ثانيه. هو بيعطيك 50% من الربح ولا 50% من راس المال؟ من الربح. من الربح، خلاص مفيش اي مشكله. يعني ده بتد نفسه خلاص حتى لو ما كانش معرفني. انت رجل موسوس، واذا اتكلمت اكتر من كده ننصحك بنصيحه اخرى. ايوه، عايز النصيحه الاخرى ولا تكتذب بكده؟ احسن لك كده. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. الو. الو، ايه يا عمي؟ عم عهد قالوا انتهى عهد. السلام عليكم. النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا شيخ كان عندي سؤال مهم. كان عندي سؤال حضرتك. اسمعك، عندك سؤال. انا دلوقتي بتاجر في بضاعه بستوردها من بره، تمام؟ طيب. البضاعه دي هل يجوز ان انا اغير في سعرها وهي؟ نعم نعم، عفوا. نعم، تقول بتتاجر في بضاعه وبعد؟
هل يجوز ان انا ازود سعر البضاعه دي وهي لسه وهي يعني هي سعرها ما زادش عليا؟ عفوا، هي مدعومه بالدوله وليست بمدعومه؟ لا مش مدعومه بالدوله. خلاص، البيعان بالخيار. تمام، يعني اقدر ان انا اتحكم في سعرها عادي؟ عادي، حتى لو هي ما زادتش عليا. حتى لو ما زادتش عليك، لكن انا اسالك سؤالا، هل انت محتكر لهذه السلعه ولا هي موجوده في السوق لمن يشاء ان يشتري؟ لا خالص، هي موجوده دايما على طول، بس هي كل الفكره ان انا كل فتره لما باجي استورد بضاعه ثانيه بتزيد عليا كتير جدا، فلما باجي خلاص ما دامت ليست مدعومه من الدوله وليست محتكره، بها كيف شئت لقول النبي البيعان بالخيار، لكن من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والاخره. تمام، تسلم. شكرا، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، مشاكم الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى العدوي. طب لو سمحت، عايزة يعني أسأل الشيخ. تفضلي معك. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسألك على تأشيرات الزيارة اللي هي رجعت للناس، رجعت للناس الجواز فاضي. أيوة. اللي بيشتغل فيها إيه يا شيخ؟ والفلوس اللي هي دي أخذتها الدولة. يعني الآن في مشكلة ظهرت في مصر. أيوة. ناس يا أصحاب مكاتب سياحة. أيوة. أذهب إليهم وأقول لهم يا جماعة أنا أريد تأشيرة زيارة للسعودية مثلا. بالفعل. لمدة سنة. بكم يا جماعة؟ يقول لي بثلاثين ألف جنيه. لا مثلا بأي سعر كان؟ خمس ألاف، عشر ألاف جنيه. ايوه 10,000. صحيح، 10,000 جنيه. فهو مسؤول يعطيني التأشيرة وياخذ 10,000 جنيه. هو بيديني جواب لتساهيل، شركة تساهيل. فشركة تساهيل ذهبت إليها كي أبصم. أغلقت شركة تساهيل في وجوه الناس لاقتراب موسم الحج. شركة تسهيل واخذة رسم مثلا 4,000 جنيه 5,000 مثلا. فرجال الجواب فاضي. فشركة السياحة تقول لي مالكش حاجة عندي، خلاص فلوسك راحت. صح كده؟ ايوه صح. صح، فلوسك راحت. طيب انا ماذا، انتوا ما جبتوليش تأشيرة ولا انا ذهبت انتوا كلفتوني ان انا اذهب لتسهيل في الموعد الذي اخترتموه انتم. بالفعل يا شيخ، بس هم ما كانوش يعرفوا اللي هيتم. انا اسالك سؤال، هو الشركات دي بتكسب ولا لا تكسب؟ كسبانه مني ولا مش كسبانه، ولا بتعمل لي لوجه الله؟ لا اكيد بتكسب. خلاص تتحمل شيئا. فبتكون قضايا مشتركه نسمعها عن قرب ونقرب المسافات بين الاثنين. يا شيخ، لو هي مثلا كانت تكلفة التأشيرة 10,000 والشركة قالت تتحمل 3، يعني 7، وانتوا لازم نسمع القضية عن قرب ونقضي قضاء متوسطا، نعرف الذي قصر فيه صاحب الشركة. ممكن صاحب الشركة يكون قصر وأرسل الجواب لتسهيل متأخرا، ممكن يكون في تسهيل باب تأشيرة سريعة بألف جنيه وهو رفض ويرد طماع، وممكن يكون مظلوم، فبنجلس بينهم نقرب المسافات. فهمت الكلام؟ فهمت الكلام يا شيخ، بس لو بس انت تجرى ولا ايه؟ انت رخمة، مش فاهم. انا اللي عملت للناس التأشيرات. بس انت اللي تجرى، يعني لازم نشوفك تجرى، نسمع منك ومن الزباين. شكرا لك. ايوه لازم، انا في تسهيل خدمة التأشيرة السريعة، يزود 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وانجزها. ففي واحد صاحب شركه سياحه ما يرضاش يدفع كده، يقول لك لا يا عم انا خليها بطيء، يبطئ يروح الجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ حالي طيب والحمد لله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك واياكم. تفضل. سؤال ارجو حضرتك تفيدني فيه، ربنا يبارك. تفضل. واحد هيتجوز واحدة بغرض العفة، يتزوج مش يتجوز، قدم التاء على الجيم. يتزوج. ايوه نعم، يتزوج واحدة بغرض العفة فقط. طيب ايه المشكلة؟
أولا هي هتتجوز بمعرفة بعض من أهلها ولكن بدون ولي. فهل يجوز أن المأذون يكون ولي؟ هامل أسيمة ولا مش هامل أسيمة؟ لأن في مشاكل في هيطلع قسيمة زواج رسمية ولا لا؟ لا الزواج عشان في افهم كلامي بس، في أمرين في أمرين. الأمر الأول لا نكاح إلا بولي، فبنسأل يا ولي أنت الكهرباء يا عبد الرحمن، لماذا يا ولي أنت رافض تزويج المرأة ابنتك؟ لماذا أنت ترفض تزويجها؟ فسيجيبنا بناء على الجواب نستطيع نفتي. فافترض أنه قال لا أنا خلاص البنت دي تزوجت وخذت حظها في الدنيا وأنا ما أنا بزوجها، تفضل تربي ولادها، وهي تقول أنا أريد أتزوج أتعفف، حينئذ تنتقل الولاية إلى أن تنتقل للمأذون، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، المأذون يزوجها رسمي. ده في حالة أن الولد الوالد رفض. أيوة المأذون يزوجها رسمي بوثيقة. يا شيخ ها؟ الأخت 40 سنة وهي سيد. ولا 50 سنة حد. فلازم الولي. لا نكاح إلا بولي عامة. وأنت ولي. الآن تريد تتزوجها لا بمأذون ولا بولي. واحدة تلوف على واحد في الشغل، تعالى يا فلان يا زيد يا عبيد اشهدوا عليه ان انا اتجوزتها، وياخدها ويذهب، وكل يومين ثلاثة مع رجل. طب يعني اذا لا لا ولي ولا مأذون. انت تريدها لا بولي ولا بمأذون. لا 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 بالاشهار بس الفكرة. اشهار بس انا من اللي هيزوجك؟ نعم؟ من الذي سيزوجك؟ المأذون رسمي بوثيقة ولا الولي؟ لا المأذون بوثيقه ورقيه، لكن مش بوثيقه ورقيه، ما تقول سماش وثيقه ورقيه وتدلس عليا. المأذون لن يزوجك بوثيقه من وثائق الحكومه. لا لا مش حكومه، لا اي ورقه بتنكتب كده. اذا انت مت كيف ترثك يا اخي؟ يا شيخ هي الاخت مش مصريه اصلا. ايا كانت مش لها حق اذا انت مت ترث فيك؟ صح حق. لا حق، وانت لك حق تريثها. ده يا شيخ اذا كان ده يا شيخ ده طلبها هي. انا بتكلم غلط كل هذا غلط. امشوا على سنه الله ورسوله. ماشي يبقى كده صح. الله يسلمك. بعد القدر اجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات ولإخواننا البادلين معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زدنا علما نافعا يا رب، وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ونعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. واكشف عن إخواننا في كل بلاد العالم كل كرب وكل هم يا رب العالمين. واحفظ إخواننا في السودان وسلمهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطعمنا وإياهم من جوع وأمننا وإياهم من خوف. اللهم أطعمنا وإياهم من جوع وأمننا وإياهم من خوف. اللهم احفظ إخواننا في السودان، اللهم اكشف عنهم الضر والبلاء واصرف عنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم الفتن يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.